احنا عندما نطالب بحقوقنا بنطالب وفق القواعد الدولية والمواثيق الدولية، وضد العمليات الإرهابية والإجرامية وتفجير الأمنين وطويع الأمنين، ولن نخرج عن ديننا وعن تعاليم ديننا، ولن ندعو إلى تدمير الآخرين بالعمليات الإرهابية، ولن نستخدم الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافنا أبدا على الإطلاق، لأننا ننطلق من قيم إسلامية راقية وعالية وحكيمة. احنا قيمنا تأبى علينا ان نستخدم الارهاب ضد احد او نمارسه ضد احد، نحن نطالب بقضايانا بشرف. ولذلك قلت ايضا ان التحرك ما ينفعش تبقى تحركات فردية وكل جماعة طلعة تخرب او تعمل ايه بتخريبك انت تعمل ايه او بعمليات اجرامية. وانا بأكد اهو في هذا الوقت لا يجوز لا يجوز لا يجوز شرعا، لازم نقول علينا، لا يجوز استهداف الامنين ولا استهداف لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا استهداف احد، لا من السفارات ولا من الامنين ولا الاعتداء عليها ولا على شيء، لانهم دخلوا بذمة وامان في دولتنا، ونحن نحترم عهودنا ونحترم مواثيقنا. ولا يجوز ان تنظر انت كفرد تلتقي باحد فتظن ان ينتمي الى دولة فتعامله معاملة، نحن اهل حضارة واهل تقدم، ومن دخل بلدنا دخل امنا، ومن اعطيناه الامانة وفينا له بالامان. ولا يجوز ان نعتدي على امن ولا على من سلمنا ولا على من، وحتى هذه الدول نحن ضد الحركات اي حركات ارهابية، لكن بنقول حقنا احنا وراه